اسأل والأنبر فائيل يجيب. مع نيافة الأنبر فائيل وأسئلة الشعب، كل ما يخص أسئلتكم بالطقس والعقيدة ومشاكل الأحوال الشخصية. مع نيافة الحبر الجليل الأنبر فائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة. نرجو إرسال أسئلتكم على البريد الإلكتروني التالي. البرنامج من إعداد وتقديم جينا حنا. أطفالنا بيتعلموا هنا في المدارس أن الشذوذ الجنسي خلل بالجينات وطبيعة مختلفة، فاعتبارها خطية من جهة الكنيسة ده عقاب يعني أو ظلم، يعني ذنب، هم ما لهمش ذنب في حاجة زي كده. ده اللي أولادنا بيقولوه. نجاوبهم إيه في النقطة دي؟ وفي نفس النقطة كمان أن الانتحار خلل كيميائي في المخ ومرض، ليه الكنيسة بترفض أنها تصلي على المنتحر؟ النقطة الأولانية اللي هي الهوموسيكس وفكرة ان هم دي حاجة في الجينات، هي الفكرة دي فيها خداع. لان احنا نعرف شباب كانوا واقعين في الخطية دي بارشاد اباء الاعتراف وبمساعدة طبيب نفساني بقى نورمال. لو حاجة في الجينات مش ممكن يكون نورمال. وبعدين لما يجي واحد واقع في الخطية دي وقول له دي حاجة نورمال لانك انت دي في جيناتك، انا قفلت عليه باب محاولة انه يتوب وانه يمشي كويس. مش منطقي ولا حاجة علميا مثبتة ان دي جينات. مفيش جين اكتشفوه قالوا ده بتاع شذوذ جنسي، مفيش حاجة زي كده. ده مجرد الضغط بتاع الجماعات اللي هم بتوع الهوموسيكس، ضغط عشان يعترف بحقوقهم. فمن ضمن الكلام بيقولوا التعليلات اللي مش مظبوطة دي. فالجماعة اللي عندهم شذوذ احنا نحترمهم مش بنحتقرهم. وهي خطية زي بيت الخطايا، زي المدمن، زي اللي بيسرق، زي اللي بيقتل، زي اللي بيزني زنا عادي مش لازم شذوذ. كلها خطايا محتاجة توبة. والإنسان الخاطي محترم في عينينا، محدش بيحتقر حد. لكن طيبه في خطيته لازم نشجعه ان هو يتوب ويتقدم لقدام ويحسن حاله. فأرجو إن ما حدش يصور أن الكنيسة تضطهد الشواذ أو بتتحيز ضدهم، تعملهم ديسكريميناشن. لكن بنقول دي خطية، واللي فيكم عنده الخطية دي يجي هنساعده إن هو يسيبها بالتوبة، بالاعتراف، بالصلاة من أجله، بمساعدة طبيب نفساني أو أخصائي نفساني، هيقلع عنها ويعيش حياته طبيعية زي بقية البشر ويتجوز ويخلف يبقى حاجة كويس. يعني أنا يا سيدنا لما ابن أو بنتي يسألوني عن أصحابهم في المدرسة ما يكون عندهم نفس الموضوع، يعني أنا أتذكر حد من أصدقائي قال لي برضو أن ابنه في المدرسة مصاحب أولاد الأبهين من المثليين يعني، فالولد بيحبه أو سأل مامته ليه أنا ما صاحبهمش، هم كويسين وحلوين، والأم كانت خايفة عليه جداً. فهي شخصيا تقول ابنها لو في سن صغير تبعد عن الناس دي ازاي؟ يعني لانه ممكن القرب منهم برضو مش صح في السن ده. هو احنا ما نحبش نكره الناس في بعضيها، يعني طبعا نقول له ابعد عنهم، لكن نقول له هو انسان ليه قناعاته وليه ايمانياته، احنا بنحترمه ونتصاحب عليه لكن ما نعملش زيه. احنا لينا ايمانياتنا، زي ما هو حر في اللي بيعمله احنا كمان احرار في اللي احنا بنقوله. ما يبقاش هو من حقه يعمل كده ويعلن كده ويبشر بكده، واحنا مش من حقنا ان احنا نقول احنا مش عايزين كده. كل واحد حر في معتقداته ولازم نتمسك بيها. وزي ما قلت من شويه، هفترض ان في واحد والده اتمسك وهو بيرتشي وحطوه في السجن، ابنه مرتشي والراجل اتحط في السجن، ايوه، في المدرسة، هخصمه عشان أبوه في السجن؟ لا طب هو صديقي وأنا بس صعبان عليه حاله، لكن مش عشان أنا هتصاحب عليه هطلع أنا كمان مرتشي صح. أو سارق أو قاتل أو أي جريمة أو أي خطية أو أي سلبية في الشخصية. لازم شبابنا وأولادنا يبقوا عندهم الشخصية القوية اللي تخليه يميز ما بين الصداقة والتأثر بهذه الصداقة تأثيرا سلبيا.
اسأل والأنبر فائيل يجيب. مع نيافة الأنبر فائيل وأسئلة الشعب، كل ما يخص أسئلتكم بالطقس والعقيدة ومشاكل الأحوال الشخصية. مع نيافة الحبر الجليل الأنبر فائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة. نرجو إرسال أسئلتكم على البريد الإلكتروني التالي. البرنامج من إعداد وتقديم جينا حنّة.